السلام عليكم إخوان، ومرحبا بكم في مقطع جديد وثغرة جديدة بإذن الله. من دون تقديم وكالعادة إخوان، سندخل مباشرة لتطبيق خطوات ثغرتنا لهذا اليوم. ما عليكم سوى تطبيق هذه الخطوات، وستحصلون إن شاء الله على أربيت فيرير أو إندري نيستا أو كولفيرتي يا إخوان. سندخل مباشرة لتطبيق خطوات ثغرتنا. أول خطوة في هذه الثغرة يا إخوان، يذهب عند ميندي مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته هكذا. بعد الانتهاء من ميندي سوف نذهب عند سيرجيو بوسكيت مرة واحدة. نفس الشيء اخوان لديباي، ثم بيكي وديمبيلي. بعد هذا اخوان سوف نذهب عند تشيشتيغن ثلاث مرات والاطلاع على احصائيته هكذا، ثلاث مرات كما قلنا. ثم المرة الثالثة. أما بالنسبة للخطوة التي بعدها يا إخوان، سوف نتابع عند فاران مرتين يا إخوان والإطلاع على إحصائيته هكذا. بعد ذلك سوف نتابع عند إندري نيستا سبع مرات دون الإطلاع على إحصائيته. ثم الثالثة والرابعة والخامسة ثم السادسة والسابعة. بعد ذلك إخوان سوف نتابع عند كلوفيرت خمس مرات دون الإطلاع على إحصائيته، خمس مرات كما قلنا. الثالثة والرابعة والخامسة. نفس الشيء لألبير فيرير، خمس مرات دون الإطلاع على إحصائيته. الثالثة ثم الرابعة والخامسة والأخيرة. بعد تطبيق كل هذه الخطوات إخوان، سنقوم مباشرة باللف هكذا إخوان، وإن شاء الله ستحصلون على لاعب ليجندري إخوان كما قلت، خمس نجوم إن شاء الله، خمس نجوم. خمس نجوم كما ترى، كما ترون يا إخوان. أظن أنه كليفرتي يا إخوان إن شاء الله كما ترون. قد حصلنا عليه من اللفة، كما ترون يا إخوان لقد حصلنا على كوفيت، وهو لاعب ممتاز يا إخوان صراحة. ما عليكم سوى تطبيق هذه الخطوات، فإن شاء الله ستحصلون على لاعب ليجندري يا إخوان كما ترون. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم يا إخوان، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.